يعني هما مستنيين لما الدكتور يجي يتكلم على دعاء ويقولوا لك تعالى النيابه. ما هو الدكتور معانا في الحكايه من اولها، والظاهر هيبقى معانا فيها لاخرها. هو انت هتاخده معاك النيابه؟ هو اللي اصر، خلاص بيعتبر نفسه واحد من العيله. هيجي هو واهله امتى؟ ما قالكش؟ يجوا وقت ما يجوا يا امال، بس واضح انه متفق معاهم وجاي يرتب امتى يجوا. يعني بدل ما تقعدوا مع بعض وتاخدوا وتدوا في الكلام، هتاخده معاك النيابه يا عبده. لا ما كمان لازم افوت اخد احمد في السكه من عند اصحابه. على الله بس تلاقيه. هيروح فين؟ هيكون واقف معاهم او في بيت حد من اصحابه. بس انا اللي قلقني ليه بعتولي والجدع اللي جه مع امين الشرطه ده؟ يا ترى عايزين يكملوا المحضر ولا عايزين يسووا الحكايه؟ يا خبر، بفلوس دلوقتي يبقى بلاش، ولو عايزين يستلحوا ويرضوك يا عبده خلاص هاوت، يا دار ما دخلك شر. يا رب يا رب اصلح الامور يا رب. ولا زمان يا حليوة ما شفتك علي جيراني من يوم ما خلاص. وسع وسع يا حبيبي، البوريا هتطلع في الفوطه من كتر الدعك. خبريه ساعه البيه متزرزر ليه؟ حاضر من عينيا. انا مش عايز عينيك، انا عايزك توسع وخلاص. حاضر. وسع عشان الناس تركب. ارجع ورا. اتفضل يا استاذ معايا هنا. اتفضل يا كابتن يا استاذ عبد الحميد. اتفضل. فين؟ معانا في العربيه، ما هو الطريق واحد يا باشا. عربيه مين دي يا امين؟ مش هتفرق يا استاذ عبد الحميد، الناس دي كلها عارفه قيمه حضرتك. انا بسالك سؤال، عايز اعرف عربيه مين دي؟ انا اقول لسعادتك دي عربية شكري باشا معالي الوزير بعتها عشان توصلك مخصوص. طب روح قول له ان انا مش متعود اركب عربيات من النوع ده، انا عندي عربيتي والحمد لله. يا امين هتركب معانا ولا معالي رايح؟ احنا عاوزين راحتك يا استاذ عبد الحميد. معلش انا هركب مع الاستاذ النشرتي، يعني عشان ما نبقاش تقال على عربيتك. المساعدين عندي ضعاف، اتفضلوا وانا احصلكم. جاي ورانا؟ ايوه، هجيب ابني صاحب الحق واحصلكم، اتفضلوا. جايب عربية عشان اركب، مش هتضحك عليا لو انت. واضح برضه ان هم عايزين يرضوا حضرتك. انا اللي يرضيني ان اخد حق ابني، لكن ده ضحك على الدقون زي ما بيقولوا. يا سلام يا سلام يا ابراهيم، عربيات تشرب بصحيح، بس شرف الاستاذ عبد الحميد اغلى، راجل بصحيح. وسع يا ابني، وسع يا حبيبي، وسع للاستاذ، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين النيابه. الاستاذ عبد الحميد الراجل الطيب وابنه الشاب الطيب. سعاده الباشا معالي الوزير مستني وصولك. الاستاذ عبد الحميد جاي مخصوص عشان يقابل حضرتك. نعم. ازاي تدي نفسك الحق تقول حاجه انا ما قلتهاش؟ وسع الايدي، ما يصحش كده يا استاذ. روح اقف جنب الوزير بتاعك. مين قال ان انا جاي عشانه؟ اتفضل يا استاذ عبد الحميد. حضرتك كمال؟ كمال ابو العزم الكاتب الكبير. كمال ابو العزم الصحفي. للاسف يعني ما كنتش متصور ان انا هقابل حضرتك وانا بقرا لك من زمان ومعجب بافكارك، هقابلك في النيابه وان ابنك يعمل اللي عمله. احنا مقدرين جدا انفعالك واحنا اسفين. استاذ كمال اتكلم عن نفسك، ده جاي يتخانق. ابنك ده سيادة الوزير السابق مش كده؟ وده اكيد ابنك يا كمال بيه. وانت اكيد ابو الولد الثالث اللي اعتدوا على ابني. انا عايز اسالكوا سؤال. سؤال؟ الخوجه فاكرنا تلامذه عنده. معلش اسمح لي اساله، لو ابن حضرتك او ابن حضرتك او ابن حضرتك هو اللي حصله اللي حصل لابني، اي حد فيكم كان هيقبل كلمه اعتذار او اسف؟ اللي حصل لابني اكبر بكتير من كلمه اسف اللي حضرتك مش عايز تقولها. دم الضنا اغلى بكتير من كلمه اسف. وانا اسف يا باشوات، انا دلوقتي ما فيش بيني وبينكم غير القانون. احمد عبد الحميد، خالد كمال ابو العزم، اشرف شكري، شفيق العطر. ايه يا احمد وقفت ليه؟ خش. ايه
تفضل السباحة يا استاذ محمد. ان شاء الله يا سريح. تعال دكتور جنبي هنا. تعال. ان شاء الله. اكيد هستريح. اقعد. متشكر. بقول لك اقعد. استريح. هما يقفوا عشان متهمين. انما انت مش متهم. انت صاحب حق. واحنا من واجبنا ان احنا نديك حقك ولازم تاخد حقك ده وانت مستريح. اتفضل. شكرا. هما دول اللي اعتدوا عليك؟ ايوه. هما بينكروا. انتوا ما اتخانقتوش معايا؟ احنا ما شفناكش. انا ما شفتوش. وانت كمان ما شفتنيش؟ انا شفتك بس انا ما فيش بيني وبينك حاجه. ولا انت طبعا صح؟ يا فندم في شهود، في شاهده عارفه اللي حصل. نجار زميلتك حضرتك ممكن تسالها، هي شافت كل حاجه. هي جات وشهدت يا احمد، قالت على كل اللي حصل. امال احنا استدعينا البهوات ليه؟ هي اللي قالت لنا عليهم. طب يا احمد انت ممكن تفضل دلوقتي. شكرا. انتوا ايه حكايتكم بقى؟ ايه يا احمد؟ خد اخوانك؟ يلا دكتور. نجار بنت فؤاد نصار؟ بالظبط يا باشا، هي الشاهد الوحيد. مفيش حد غيرها شاهد؟ لا مفيش. يبقى مفيش شهود. ازاي يا باشا؟ زي ما بقول لك كده، الحكايه خلصت خلاص. انت بس شوف الراجل اللي جوه ده هيعمل ايه مع الولاد، وكفايه قاعده هنا بقى. حضرتك ممكن تتفضل واحنا نتصرف. اتفضل فين؟ اروح واسيب الواد هنا؟ الراجل ده تطلع في دماغه يدخله الحجز مع المجرمين؟ ما اظنش انه دخله الحجز يا باشا. لا اظن، دخل ابوه من قبله. انا مش تايه عن عمر طبار، اللي فاكر لسه ان جده حسن طبار اللي حارب الفرنساويين. ما هي دي حقيقه شكري بيه. حقيقه ايه؟ جده بطل حارب الفرنسيين في المنزله. جده بطل قومي بجد يا اخي. جده طبار، لكن احنا مش نابليون ولا كليبر. بدل ما تخن ودانه بالكلمتين اللي ينفعوا عنوان مقال في الجورنال، ادخل قول له ما يضيعش مستقبل الولاد، دول تلامذة. ولا الخوجة ياخد ابنه ويروح واحنا نقعد هنا الناس تتفرج علينا. عندك حق يا شكري بيه. ميرسي مدام. قولي له بابا خالد عامل ايه دلوقتي؟ يا جماعة طمنوني، يا اخت السبع دوخات من صباحية ربنا. مفيش يا حبيبي، اخوك بخير. وبعدين ايه اللي جابك؟ مش مامتك قالت لك خليكي في البيت؟ اقعدي. ايه؟ احنا لسه هنقعد؟ انا عندي ميعاد مهم ولازم امشي دلوقتي. ما تخشي للنائب تقول له اي حاجه، ناخد الولاد ونروح. ايه هو حبسهم؟ ربنا يستر. ممكن. بابا ارجوك عشان خاطري حضرتك ما يخلصكش ان خالد يتحبس. يا حبيبتي انا ماليش في امور المحايله دي. يا اخي مش محايله، هو هيفرج عنهم بضمان ابهاتهم. يا اخي احنا مش شويه، انا بس مش عايز ادخله تاني يوقفني قدامه. عيب كده. هدخل اقول له ايه؟ مش فاهم انا. قول له ان الولاد عندهم جامعه بكره الصبح، يمكن يقدر الظروف. انا مقدر موقف حضرتك يا استاذ كمال، انما الحقيقه انا مش قادر اتصور ان هم طلبه في جامعه. هي دي الحقيقه سعاده المستشار. هنعمل ايه؟ امرنا لله. يبقى ما بيروحوش الجامعه. ما هو ما فيش طلبه جامعه يتصرفوا بالشكل ده. يعني اكيد سعادتك مقدر ان دول شباب، وان سن الشباب بيبقى فيه طيش وتهور. ده استهتار يا استاذ كمال، استهتار بارواح الناس. عندك حق، انا سايب المساله كلها لتقدير جنابك. بس انا ليا طلب، هو بالاحرى رجاء. يا ريت حضرتك ما تبيتنيش في سرايا النيابه مع شكري عبد الرؤوف، لانه ما ينفعش.
غريبة. المدهش إن ابن حضرتك رأيه غير كده. يفرج عن المتهمين على ذمة القضية من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم. شفت بقى لا يصح الا صحيح ازاي يا ابو حميد؟ وحقك هتاخده تالت ومتلت زي ما بيقولوا، وايه؟ بالقانون. كده نبقى ناس محترمين ومتحضرين. شفتوا المستشار عمر طبار راجل بجد. ما بتردش عليا ليه؟ سامعني؟ سامع حضرتك يا بابا. ما ضاع حق وراءه مطالب. المهم ندور على الطريقة المناسبة اللي نطالب بيها بحقنا، مش نروح نتخانق. بس يا بابا القضية كده ممكن تاخد سنة واتنين وتلاتة وعشرة. ليه يا ابني؟ المسألة واضحة وبسيطة، وحتى لو طولت يا سيدي، احنا وراهم وحقك هيوصل لك في الآخر. سامعني يا دكتور؟ سامع حضرتك. ومن سوء حظهم إن المستشار عمر طبار هو اللي كان بيحقق في قضية شكري عبد الرؤوف الشهيرة اللي طلع بيها من الوزارة. الحمد لله. يلا بينا. بابا. هطلب من حضرتك طلب. اطلب يا ابني. ما تتصالحش. اصطلح. بس انا بصراحة شايفهم كده بيحاولوا يخلوا حضرتك تتصالح. انت ما شفتنيش ولا بطردهم من هنا بعربيتهم. اسأل الدكتور. بصراحة يا احمد بابا عمل اللي مش اي حد يقدر يعمله. ده تقريبا طردهم. احمد عاوزك تفهم حاجة واحدة. لو مال الدنيا كلها ما يكفنيش في جرح زي جرحك، او حتى ايد تتمد عليك. عن اذنكم. معلش يا دكتور، دايما شغلينك معانا. معلش علي يا عمي، احمد ده اخ اصغر ليا وحضرتك طبعا في مقام. انا مش عايز اقول والدي عشان ما بقاش بكبر حضرتك طبعا. انا في مقام والدك فعلا، قول اللي يعجبك. هو بعد اذن حضرتك انا كنت عايز اقول حاجه تانية خالص. نطلع فوق وتقول اللي انت عايزه. معلش يا عمي عشان يا دوب اروح انا. انا بس عايز استاذن حضرتك ان يعني لو في مجال ان انا والوالد واخواتي نشرب مع حضرتك القهوه. شربات. ايه تنحت كده ليه؟ انا الحقيقه مش عارف اقول لحضرتك ايه. تقولي متشكر. متشكر واحده. الف شكر يا عمي، ربنا يخليك لينا. الله يخليك. منك الله يخليك. معلش تعبناك معانا. يا نهار ابيض يا عمي، ده طلب لحضرتك. في امان الله. الله يخليك يا عمي. ضيعت عياله خوجة العربي. ناديلي اشرف ولا لسه هيقف مع ابن كمال ابو العزم. تعالى باباك عايزك. وسع حبيبي وسع. اطمن يا كمال بيه، هطلع لك ابنك منها. ماشي. ما تركب يا اشرف بيه. مبسوط يا استاذ؟ متكيف؟ ما بقاش غير شكر عبد الرؤوف اللي يقول لي اطمن هطلع لك ابنك منها. حطيت راسي جنب راسه، بينا جنب بعض. سمعتي؟ معلش يا بابا معلش. بابا احنا محتاجين نقعد مع حضرتك شويه، وخالد بالذات محتاج ده. انا اللي محتاج اقعد معاك ولازم اقعد معاك. خلاص نازم حضرتك بكره. تعزميني. تعزميني فين؟ في شقتنا يا بابا. يا بابا عشان خاطري وحياه سميه بنتك حبيبتك ما تقول لا. ما ينفعش ما ينفعش. دي شقه امك، شقه نجوى مش شقتي. شقتكوا تبقى شقتي. هو ده بيتكوا ولا عندك مانع؟ لا يا بابا ولا مانع ولا حاجه، بس يمكن عشان حضرتك مشغول دايما. خلاص مش هنشغل تاني، بطلت انشغل عنكم. انا عندي سفريه 3 ايام، بعدها هرجع وهبقى فاضلكم. سامعني يا استاذ؟ حاضر يا بابا. بابا ممكن نركب مع حضرتك؟ عشان ماما خدت عربيتها ومشيت وسابتني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اركبي طبعا، هو دي محتاجه استئذان. اتفضلي. اتفضلي يا استاذ. قال لك جاي امتى؟ يوم الجمعه ان شاء الله. الجمعه امتى؟ يعني 7 8 كده بعد ابوه ما يصلي العشاء. انت مستعجل على ايه بس يا عبده؟ مش السنه لما افهم قلته ايه؟ لا اله الا الله.
ما انا قلت لك كل اللي قلناه. سيبيني بقى اروح اتوضى ما صليتش العشاء. استنى بس، هو الحمام هيطير والكلام مش هيخلص. انا انت ما صدقتي يا امل. ما صدق، محدثه خطوبه بقى. ادعي ربنا بس يتمم بخير. ان شاء الله ربنا هيتمم بخير. عارفه يا امل، انا حاسس ان مكتوب على وشه انه من نصيب دعاء ودعاء من نصيبه، والا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يتقابلوا في حكايه الحادثه بتاعت اخوها. شفت يعني، لولا الخناقه بتاعت احمد ما كناش شفناه. حكمه ربنا، رب ضاره النافع. سيبيني بقى اروح اتوضى. استنى بس، مش السنه لما نشوف هنعزمهم ازاي ونعمل لهم ايه؟ يا امال، من هنا ليوم الجمعه هنشوف ونتكلم زي ما انت عايزه. سيبيني بقى اروح اتوضى. يا دكتوره دعاء، يا دكتوره دعاء عبد الحميد دراز. يا بابا احنا فين والدكتوره فين؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي في الليسانس. ان شاء الله هتاخدي الليسانس السنه دي وتبداي في تحضير الدكتوراه، وبالمره هتاخدي حاجه تانية كمان معاكي في ايدك. اظن مفهوم. فهمتي مش كده؟ يا اخويا ايه الروقان ده كله؟ دلوقتي مش مستعجل على الحمام؟ معلش لازم اخش الدعاء، انا حسيت انها مش فاهمه والله. هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى ايه؟ هو في ايه يا بابا؟ هو في ايه يا بابا؟ يعني مش فاهمه؟ طب اسمعيني، يوم الجمعه الساعه 8 مساء جاي لنا ضيوف دكاتره بس من نوع تاني. يا اهل الهرم والعمرانيه، يوم الجمعه الساعه 8 مساء جاي لنا ضيوف دكاتره بس من نوع تاني، والحاضر يعني من غيب. معلش في ناس كده اما تفرح تكسر الكوبايات. لا يا دعاء ما تعطرينيش ارجوكي، ما تعطرينيش، انا عايز اخش الحمام لو سمحت. استنى استنى هنا يا اخويا، بنت عمال تدلع وتهنن وناسي الحمام، ولا كلام انا اللي بينقض الوضوء؟ شايفه اللي جوه دي؟ عارفه مين دي؟ مين دي؟ دعاء عبد الحميد دراز بنتي. لكن انت. انا ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ اسمك. اسمي ايه؟ اسمك امال. ابراهيم السيد. طب يا اخويا كويس انك افتكرت، احسن انا كنت ناسي انا مين. بقى يا راجل يا راجل، اول ما يجي عريس لبنتك تنسى الدنيا وما عليها. عارفه يا امال، لو كان جالي وانا رايق. رايق وانت هتروق اكتر من كده ايه؟ لا قصدي يعني لو ما فيش القضيه. يلا رب ضاره نافعه، عن اذنك اخش الحمام. استنى استنى يا عبدو ما نكمل كلام. زمان البشوات والبهوات دول بيلفوا حول نفسيهم، واولهم الوزير السابق اللي استكبر ورفض يجي يعتذر. طب تعالى بس تعالى بس، عايزين نكمل كلام. بعد اذنك. استنى بس. بعد اذنك يا امال. عايز اكمل كلام معاك. بعد اذنك يا امال. ليه؟ عايز اقول رايي في معالي الوزير السابق. يوه. فؤاد بن نصار. أوامرك يا معالي الباشا. في المنصورية. أوامرك يا معالي الباشا. بتطلب فؤاد بيه ليه دلوقتي؟ عشان نخلص البلوة اللي عاملها البيه ابني. هي البلوة دي لسه ما خلصتش؟ هتخلص وفورا. أنتوا مش رضيتوا الراجل يا شكري؟ مرضيش. حد رد عليك أنا شرطي؟ معايا جرس يا معالي الباشا. اللي يرد عليك قول له أنا عاوز أكلم فؤاد بيه حالا. فورا يا معالي الباشا. الو. ايوه يا فندم. مين سعادتك؟ اهلا وسهلا، انا شرف السكرتير هنا في الفيلا. ادهوني هاتوا. امرك يا باشا. معالي الباشا معاك يا استاذ شرف. معاك يا باشا. ايوه يا شرف. الباشا فين؟ مسافر. مسافر امتى وراح فين؟ امريكا. اساله هيرجع امتى. طيب يا شرف اوكي،
سافر امريكا؟ حتى ما يعرفش هيرجع امتى. طب وبعدين؟ هطلبه في امريكا. هطلبه في امريكا يا نشرتي. دلوقتي يا باشا؟ دلوقتي ده ايه الغباوه دي؟ خلاص هطلبه فورا يا معالي الباشا. دلوقتي هناك في امريكا المغرب. مظبوط طبعا هناك لسه المغرب. اصل انا ما بفهمش. حالا هطلبه. ما بلاش القهوه دي اتاخرنا. وهنتقدم ليه مدام البيه ابني بيجرجرني في حسام البوليس والنيابه لغايه الساعه 2 صباحا؟ مش كفايه اللي فات رد عليك انا شرتي؟ ما ردش يا باشا. في اجتماع. في اجتماع؟ اه اجتماع رجالي او حريمي، المهم مش فاضي. بقول لك ايه يا شكري، اكلم ألفت نجار عايشه معاها في البيت. هتقولي لها ايه؟ خلي بنتك تغير شهادتها. هقعد معاها، هتفاهم معاها، هفهمها الموضوع ايه بالظبط. دي رخرة ما بتفهمش، ريح نفسك. انا مش ممكن ارتاح ابدا الا لما البنت دي تغير شهادتها. ابني لا يمكن يروح محكمه، كفايه انا محاكم بقى. انا تيل يا حبيبي، انا تيل. انا كنت عارف من الاول ان المساله دي وراها روس كبيره. اسالني انا. روس كبيره على مين؟ كله رجع بظهره وكاش. المساله مش هزار. بس خلي بالك يا جناب الوكيل، الناس دي برضو ما بتهزرش. يعني مش معقول هيسيبوك تلعب في دقنهم وهم يتفرجوا. يركبوا اعلى ما في خيلهم. اطمن، هيركبوا اعلى ما في خيلهم وهيدافعوا عن ولادهم. ايوه بس ده الحق معانا احنا. هيدافعوا بالباطل بالزور. انا عارف الاصناف دي كويس. اسالني انا. اسالك في ايه بس؟ القضية واضحة زي الشمس. انت مش عايز تسمع الكلام؟ اوكي انت حر. باظ الهوات. استنى عبر لسه فيها بوق. خد ايدي هذا عشان اقوم. ما انا بقى عايز الشدة وخلاص ما تتشدش. مش هتاخد احسن ما تفعلكش حق الشاي. حاضر هات كوباية. اهو. ايه اجمل. ما شاء الله خد. يلا افرانكا. شكرا. يا جناب الوكيل، في حاجة مهمة عايزك تعرفها كويس. زي انت ما قلبت الدنيا عشان تدافع عن ابنك اللي اتجرح، هما كمان هيقلبوا الدنيا عشان ما يدخلوش ولادهم السجن. ايه يا استاذ ابو العطا؟ انت جاي تكسر مقاديفي وتخوفني ولا ايه؟ ايوه بخوفك عشان تاخد بالك وتحسبها كويس. انت حبيبي، ده انت اللي بقيلي بخوفك. ما تخافش عليا يا صاحبي. على العموم انا قلت لك اللي في نفسي وانت صاحب الشأن. فكر براحتك. اكسكيوز مي. عاوز فلوس؟ لا معايا فلوس. باباك بعت؟ بابا ما بعتش حاجة. أنا كنت عايز حضرتك في موضوع تاني. طب تعالى. اقعد. أيوة يا رياض خير؟ لا هبقى أكلم حضرتك بعدين بقى. إيه اللي يعمل عيال؟ إيه عاوزك؟ لا خليها بعدين. اتكلم، عاوز إيه؟ أنا كنت عاوز حضرتك. ها؟ 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 عاوز حضرتي في ايه؟ ما تتكلم يا ابني. تخطب لي. قلت ايه؟ تخطب لي. اخطب لك؟ ياسمين. ياسمين مين؟ ياسمين زميلتي اللي في المدرسة. حضرتك عارف انا بابا مش موجود ولازم حد يجي معايا عشان اطلبها من اهلها. وانا بعتبر حضرتك في مقام بابا بالظبط. قلت ايه حضرتك؟ قلت على فصلك. اصلا يعني قلت على فصلك. شوف يا ابني، الموضوع ده ما ينفعش الكلام فيه لا في المكان ده ولا في الوقت ده. على فصلك. سلام عليكم. خضاري فين بتاع كل يوم يا راجل انت؟ ايوه. وزنت؟ ايوه. استنى اوعى تكون القطه مفعسه. حلوه زي الشربات. قلت السلام عليكم. ما تخلي عليك يا ست. تشكر يا مجاهد.
مش هوصلك انا هسالك امتحان يعني بنت اسال يا مستر ايه اللي بينك وبين الواد رياض رياض ايه جاوبي ما تكدبيش هو قال حضرتك ايه انا اللي بسال وانت اللي تردي عشان ما اسقطش في الامتحان جاوبيني مفيش يا مستر قال انه عاوز يخطب وانت قلت له ايه هقول له ايه يا مستر انا عارفه انه كلامه خلاص بيقضي وقت يعني طب لو هو راح يخطبك من اهلك مش هوافق اصلا ده تلميذه خايب كمان هيخطبني ليه وبعدين ده جيل مضروب يا مستر جيل مضروب يعني ايه جيل مضروب يعني كلهم عيال نظام بلاي ستيشن حضرتك اطمن طب انزلي عشان امشي بقى عارف حضرتك البنات عاوزين يتجوزوا مين دلوقتي طبعا الراجل المحترم اللي بيشتغل اللي بيتحمل مسؤوليه حتى لو كان كبير في السن قد باباه وشعر ابيض كده وبنضاره راجل يعني ياسمين انت لسه صغيره على الكلام ده يلا انزلي عشان صغيرة بيعجبني الناس الكبار طب انزل مش هتنقلي فصل المتفوقين يا مستر؟ يلا روحي بصراحة أنا عايزة حضرتك اللي تدرس لي وبصراحة أكتر حضرتك حنين قوي يا مستر روحي يا حنين قوي دي استغفر الله العظيم خير يا ألفت هانم ولا أقول بونسوار؟ ألفت بس أهلا يا مدام ليه بقى يا مدام؟ ازيك يا ألفت؟ الحمد لله تفضلي تسمحولي؟ تسمحيلي يا نجار؟ طبعا يا طنط تفضلي ما شاء الله منتهى الرقة ده كان رأيي فيكي دايما يا نجار ميرسي يا طنط بالإنجلش ثانك يو ماما تربيتها فرنساوي إنما أنت إنجلش زي أشرف متر من فرق تشربي ميرسي خالص اصل انا لسه جاي من الفيلا ما احنا كلنا جايين من البيت لازم تشربي حاجه خلاص قهوه ساده قهوه ساده برضه وانتي قهوتك ايه ساده برضه زي بعض عن اذنك انا يا طنط رايحه فين يا نجاة عاوزه اتمشى شويه استنى انا عايزه اتمشى معاكي اصل عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم موضوع اشرف اصله زعلان منك قوي هو اللي زعلان مني طبعا بعد اللي عملتيه ده ومش عايزاه يزعل منك ومع مين مع اشرف وانت عارفه اشرف كويس يا نجار من فضلك يا طنط انا عملت اللي لازم اعمله تشهدي عليه في النيابه عايزه تحبسيه يهون عليكي اشرف يا نجار وهو يهون عليك انا هيموت واحد ويرميه في البسين واحد مين الولد ابن خوكت العربي ابن خوكت العربي ده اسمه احمد عبد الحميد دراز زميلي في الجامعه وكان زميلي في ثانوي وصاحبي وحتى لو مش صاحبي انا شهدت بالحقيقه وإذا كنت حضرتك جاي عشان أغير شهادتي I am sorry يا طنط بالإنجليش ألف مبروك ألف مبروك يا بنت خالي حسبي حسب الميكب بتاعي يا أختي خايفة على الزوق بتاعك وبيعمل إيه تاني يا بنت ما صدقت عملت تعالي معايا مكسوفة أخرى مكسوفة اللي اتكسف من بنت عم خلاص فرامل النهاردة بسم الله ما شاء الله انت جاهزه خلاص يا بنتي ايوه جاهزه يا ماما طب يلا يا بنتي عشان تاخدي الشربات وتسلمي اخت العريس يا باي ما بطلتش زغريت خليت راسي قد كده اهو زي ما اكون ما صدقت ما تخليها تزغرط يا مرات خالي واحنا كل يوم يعني عندنا خطوبه طب يلا يا حبيبتي عشان تزغرطي لها انت كمان عقبال ما نزغرط لك يوم قرايه فتحتك ان شاء الله يا رب نادر عليا يا مرات خالي ده لو حصل والنبي لختم القران كله جدك ايه يلا يا حبيبتي شرفتنا يا حاج شرفتونا يا اهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ عبد الحميد يعني يا ريت تحوشي كام زغروطه كده لحد العروسه ما تيجي في كتير انا شايله الفرح كله للدكتور ربنا يكتر افراحكم تعالى يا كابتن
ده احمد ابني كبير. اهلا، ازيك يا حبيبي؟ يا عمك شعبان والد الدكتور وولد باشمهندس حسن. اهلا وسهلا. ومدام توحيده سلم. اهلا وسهلا. ولا مش هسلم عليا يا عمي ولا ايه؟ ولا عشان خلاص ما شاء الله بقى زي الفل مش محتاج مني حاجه؟ لا، ازاي ما يسلمش عليك؟ كان مسلم لك روحه بين الحياه والموت. يلا حبيبي اقعد على المكتب، اقعد مكان ابوك. انت مكان ابوك دلوقتي. احمد كان بطل في السله. كان ليه يا بابا؟ احنا لسه ما اعتزلناش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الحمد لله. وعندي كمان محمد في الثانويه العامه، ربنا يكرمك بيهم ان شاء الله وتشوفهم زي الباشمهندس حسن والدكتور علي، هما اللي طلعنا بيهم الدنيا. وانا ما طلعتش بيا يا حاج. انت كنا بنربيك صاحب النصيب. معاك حق يا حاج. طب استاذنكم بس اقوم اشوف اللي بربيها عشان صاحب النصيب ما جاتش ليه لغايه دلوقتي. اتفضل. وليه ما جابوش الشربات؟ اتفضل. ايه؟ ثواني يا عبدو، الشربات هيبقى جاهز. جاهز في المطبخ؟ اجيبهم يشربوا الشربات في المطبخ؟ يو يا عبوده ما تطول بالك بقى. اكتر من كده، الست اخت العريس عايشه الزغاريد لحد ما العروسه تهل بالشربات. والعروسه جاهزه اهي وزي القمر. قمر 14، وفي احلى من كده؟ يا بخت ابن الحاج شعبان. يوم ما تكسفهاش بقى يا خال. انت مكسوفه؟ لا، الكسوف ده كان فين اول مره ركبت معاه العربيه وهم راجعين من الجامعه؟ وبقى يقول لي وانا اقول له وخلصنا الكلام كله. يوه بقى يا خال، خلاص بقى. هو اللي خطبها. هو اللي خطبها. اللي نقاها. خلاص خلص الكلام، هبقى اسلفها كلمتين من عندي. ايوه ابي سلفيها عشان يوم فرحك ان شاء الله تسلفك هي كمان، كله سلف ودين. حبوته عيون عبده الاربعه. بالاربعه كده مره واحده يا خال. عينيا والنضاره. وانا عندي اغلى من ام احمد. يا اخويا خليك في بنتك وفي اهل العريس. خلينا، ايه طلباتك؟ هي ام العريس ما جاتش ليه؟ الف رحمه ونور عليها. احسن، الحمد لله. حظك يا بنتي يا دعاء. ليه حظها ليه؟ يا اختي ترتاح من قرف الحما. طب ايه رايك بقى ان انا ما اتجوزتكيش الا عشان الست والدتك تبقى حماتك؟ كده برضو يا عبوده؟ ايه يا خال، انت قلبت على وش التاني ولا ايه؟ ما تروق عشان مرات خالك تتعدل. طب يلا يا اخويا روح اقعد مع الناس، ولا هتسيبهم قاعدين لوحدهم؟ طب يلا الشربات. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عمك شعبان اولا، انت هتنسي الناس كلها من اولها عشان خاطر الدكتور؟ معلش مفيش خبره، اول مره. انا عاوزه تنسى الكل عشان خاطر ابني الدكتور علي. ربنا يخليك لينا يا حاج، ده احنا اللي ننسى روحنا عشانك. قدمي دعاء بعد اذنك لاخويا الكبير الباشمهندس حسن. بس بقى كفايه تعبتوه، هات الصينيه عندي. مش اديتي بابا؟ تعالي ادي العريس واقعدي مكان. ده بعد اذن الاستاذ عبد الحميد طبعا. دعاء تعالي اقعدي جنبي، ياما هيقعدوا جنب بعض. عنك يا ست توحيده بقى، معقول هتخدمينا في بيتنا؟ اتفضلي انت استريحي. اتفضلي يا مرات خير. عقبال شرباتك يا حبيبتي. ميرسي. اتفضلي يا خير. تسلم ايدك، عقبال ما يتعبلك في فرحك. خد يا محمد. مين تاني ما خدش؟ اتفضلي يا احمد. شكرا يا انا. عقبال فرحك كده ان شاء الله يا احمد. وان شاء الله انت اللي توزعي لي الشربات برضو. ساعتها بقى يبقى كل شيء نصيب. الو. ايوه مساء الخير. مين يا؟ لا يا بابا، ده تليفون ليا. هنا اول ما ارفع من جوه حط السماعه. ها ايوه نجار. انت فين يا ميدو؟ حط السماعه هنا. شكرا يا هنا. ايه نجار؟ هي هنا بتراقبك ولا ايه؟ لا ده انا قلت لها تحط السماعه بس. مالك انت مزنوق؟ يعني عندنا ضيوف كده، دعاء اختي بتتخطب. ايه ده، مبروك. الله يبارك فيكي. عقبالك. عقبالي كده لوحدي؟ سكت ليه؟ هتكلم واقول ايه؟ قولي اللي انت حاسس بيه. تفتكر هينفع؟ هو ايه ده اللي هينفع؟ اللي انت بتقوليه. انا بحبك يا احمد، انت سامعني؟ انا بحبك. نجار، انت بنت فؤاد نصار. انا اسمي نجار وبس، وبعدين انا عايشه هنا مع ماما في شقتها. وبعدين يا ميدو انت كده هتخليني اكره ان بابا غني ومعاه فلوس. انت ما بتردش ليه؟ يعني اوكي، بس خليك فاكر ان انت ما عزمتنيش. اعزمك فين؟ احنا لا عملنا الخطوبه لا في اوتيل ولا في مركب على النيل، احنا عاملينها في شقتنا اللي في العمرانيه اللي انت عارفاها اصلا. شقتك اللي انا بحبها قوي، مش كده؟ خليك فاكر
اوعى تبيع السرير. خلص بقى اللي انت بتعمله بسرعه عشان عايز اشوفك ضروري. يلا يا احمد خلص تليفون يا ابني. طب بقول لك ايه، يلا باي عشان بابا بينادي عليا. ميدو اوعى تنسى، انا عازمك على سندوتشات. طيب باي باي. جرى ايه يا كابتن؟ يا ابني كلنا مستنيينك، انت اخو العروسه الكبير يعني في مقام والدها. يا اخويا ربنا يطول لنا في عمرك. تعيش. خش تعالى يلا اقعد مطرح. اصل الحاج شعبان كان بيسال عليك. سمعونا الفاتحه لحضره الله بالاول. عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. ما يا استاذ عبد الحميد، احنا بالبلدي كده طالبين القرب من حضرتك في بنتك دعاء لابننا الدكتور علي. واحنا بالبلدي كده وعلى سلو بلدنا، هقول لك ان احنا هنجهز بنتنا ونوديها لغايه عندكم. الدكتور علي ابني ودعاء بنتي. الف مبروك يا دكتور. ربنا يخليك لينا يا عم. طيب اجلي الزغاريت شويه، طولي بالك يا توحيده. ايه في اي حاجه؟ ما تسيبنا نفرح، احنا ما صدقنا ان الدكتور قال عايز اخطب. يا ست بافراحي. انا بس في كلمتين اتنين عايز اقولهم للاستاذ عبد الحميد. تحت امرك. معلش يا استاذ عبد الحميد، عشان نبقى على نور من اولها. خير يا حاج؟